أجيالنا بتاعت الشباب الآن أصبحت في وضع بتاع خطر كبير، خاصة إن السودان دولة شابة. إن العصابات الدولية ابتدت تفكر وتخطط من العام 2017 في إنه يكون السودان مركز وليس معبر، مركز لإنتاج المخدرات. مكافحة المخدرات هي من الأشياء التي تستوجب جمع معلومات والحصول على تدريب كافي و لكن ما حققته يعني إدارة مكافحة المخدرات على وجه الخصوص في السودان في مجال خفض العرض بتاع المخدرات شيء مذهل للغاية، كمية كبيرة جدا من الحاجات التي تحبط. السودان ومنذ فجر تاريخه التليد ظل سباقا في التوقيع على معاهدة مكافحة المخدرات، وللأجهزة النظامية فيه تاريخ من كشف أكبر العمليات والقبض على أكبر تجار المخدرات في المنطقة. وقبل أن تصبح المخدرات داء يهدد مستقبل الشعوب، بادر السودان بالتوقيع على اتفاقية محاربة المخدرات في العام 1961، والتي عدلت سنة 1972. وفي العام 1971 وقع على اتفاقية المؤتمرات العقلية، ثم في العام 88 وقع على اتفاقية الإتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والتي شملت السلائف الكيميائية للمخدرات. ولكن ماذا حدث لنا لتصبح البلاد مرتعا خصبا لكل أنواع المخدرات والسموم الفتاكة؟ يمكن السودان في الفترة الأخيرة بيشهد حرب، زمان كان بيقولوا خفية، بس في الوقت الحالي نحن نقول بيشهد حرب علنية، هي تجارة وتوزيع وانتشار المخدرات التي وصلت إلى كل المناطق، وصلت لكل البيوت، وصلت لكل الميادين، وأصبحت مخطط ومهدد خطير للدولة عموما. غياب الرقابة في الفترة الأخيرة وحالة السيولة الأمنية والوضع السياسي اللي فيه البلد وتضارب المصالح هي السبب في انتشار الظاهرة دي في الفترة الأخيرة، زيادة عن الوضع الاقتصادي. دائما ارتفاع معدلات الجريمة بيكون مواكب للأزمات الاقتصادية اللي بتواجه أي دولة إن كان، وواحدة من مظاهر ارتفاع أو صور ظهور ارتفاع مراسم الجريمة اللي هي انتشار المخدرات أوساط الشباب تحديدا في الدول اللي بتكون بتعاني من مثل هذه الأزمات. 2023 عام بلا مخدرات، نشاط كثيف ومحمول شهدته البلاد وما زالت. جماعات وجهات وعصابات تنشط في ضخ كل أنواع المخدرات في عصب بلاد النيلي. الواحد ما بيقدر يسمي جهة معينة، لكن أكيد في جهات رسمية بتكون ضالعة في عملية تجارة المخدرات، حتى ولو ما عن طريق المخدرات نفسه، عن طريق التمويل للمخدرات. أنا بشوف المسؤولية ما هي مسؤولية بتاعت جهات بس بعينها، بشوف إن المسؤولية مسؤولية بتاعت كل الناس اللي عندهم مصالح في استغلال موارد السودان، والشباب هو مورد لا ينضب إذا أنت قدرت تتحكم فيه. الجهات الرسمية والأجهزة النظامية العسكرية المختلفة وأروقة سلطة مكافحة المخدرات لا يكاد يمر يوم واحد دون الإعلان عن ضبط شحنة مخدرات في العاصمة أو الولايات، وأوشكت أن تتحول ضبطيات المخدرات إلى أخبار يومية على منصات الإعلام الرسمية للشرطة السودانية. فمن يتحمل المسؤولية عما يحدث؟ وما هي الطرق التي تسلكها المافيا في مأمن منها حتى تصل لترويج المخدرات؟ وهل هناك من يحميها من قبل النافذين في الدولة؟ من ينشر المخدرات ويروج لها؟ اللي بيعبث بعقول الشباب السوداني تحديدا، لأن الظاهرة دي ممكن تنتشر عند الشباب أكثر من الكبار، اللي هي الجهات اللي عندها مصالح في تدمير أمة شابة زي السودان، خاصة إنه الناس شافت الثورات السودانية وشافت معدل نسبة وعي الشباب السوداني في الشارع، فيمكن يكون ده تارجت لدول الجوار أو بعض الناس اللي عندهم أيادي خفية لتحويل الثورة أو تحويل الشباب من مرحلة الوعي لمرحلة اللاوعي. الجهات التي يعني تمنع أو تحارب الرياضة
مشاهدة أو ممارسة أو كذا. لما يجي إنسان يقول الرياضة وهذا يعني ماذا لا أستخدم أي عبارات، لكن هو شخص يعني يعبز يقول الشباب لأنه جاي بفكرة ليست لديها أي فائدة للإنسان سوى أن يعني ينطلق نحو أو يتجه نحو استخدام حاجات زي المخدرات وأشياء ما مفيدة بالنسبة له. الناس الذين يحاربون الفنون والإبداع والمسرح والأشياء زي هؤلاء يعبسون يقول الشباب. تجارة المخدرات حينما ينشغل الجميع بالسياسة، لا يخلو بلد من تجار المخدرات، ولكن ما يحدث في السودان هو أمر بالغ الخطورة، إذ ترتفع معدلات التداول والانتشار للمخدرات كل يوم، الأمر الذي يعزوه مراقبون للأوضاع السياسية الهشة والمخاطر الأمنية، إضافة للسيولة العامة في السودان. منظمات وجهات في البلاد تطالها أصابع الاتهام بجلب ونشر المخدرات والترويج لها. في منظمات كثيرة جاءت إلى السودان بدعوى المساعدة في عدد من المشروعات والمساهمة في مساعدتنا في الانتقال السياسي، بتصرف على حاجات كثيرة جدا، يمكن أموال هي أموال بتاعت مجتمع دولي محددة لأغراض معينة، لكن في كثير زي ما قلت الحملة اللي بتستهدف الشباب دي بتخلي يمكن كثير من الأموال دي قد تذهب حتى لو بسوء قصد إلى تجارة مخدرات أو لأي علامات انفلات. رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اتهم جهات ومنظمات لم يسمها بالترويج لهذه الآفة بدعم بعض المجموعات تحت لافتة ترسيخ الديمقراطية، وهو الاتهام الذي رفضته بعض الجهات وطالبت الحكومة بتحويل الأدلة التي تؤيد أقوالها للأجهزة القانونية ومباشرة الإجراءات الجنائية في مواجهة المنظمات المتورطة. استخدم هنا ليس القانون الجنائي أو التحريات العادية، يستخدم قانون الأمن الوطني في بعض أي منظمة يمكن يكون هي محل شكوك، والقانون بيعطي الحق لرئيس مجلس السيادة أو للدولة بأنه تبعد أي منظمة غير راغبة فيها، وهذا القانون قد سبق وأن تم تغييره في الحكومات السابقة بإبعاد عدد من المنظمات لمجرد الشبهة. فأظن أنه برضو على الجهات الأمنية أنه هي إذا كانت هنالك دلائل على مثل هذه المنظمات أو على هذه الجهات أنه تتخذ معها إجراءات حقيقية، لأنه إحنا الآن ما بنتكلم مثلاً عن 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 عن, 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 عن عن ظاهرة بدأت تظهر يا دوب، لا بنتكلم عن مجتمع الآن أصبحت الإصابة بتاعته حقيقية وفعلية، خاصة إنه زي ما أنت شايف الأحداث بقت فيها أحداث أو جرائم حديثة على الشارع السوداني بقينا نسمع عنها، هي كلها نتاج للإصابة بهذا النوع من المخدرات. أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. ومع تزايد الانتقادات للا مبالاة الدولة عن محاصرة الانتشار الواسع للمخدرات وعدم التفاتها للأخطار المحدقة بالشباب جراء تراخي السلطات تجاه أصحاب الشحنات من الكميات الضخمة من المخدرات المضبوطة، تبنت الحكومة مؤخرا حملة قومية لمكافحة المخدرات، ولكن هل تؤتي أكلها وتخرج البلاد من هذا المستنقع الخطير؟ دور المجتمع عموما ومنظماته وكياناته واتحادات الشباب مهم جدا في كل قضايا المجتمع وخاصة الشبابية منها، وتوجيههم وتوعيتهم بصورة يعني كبيرة، وفي نفس الوقت دور الأسرة هو المقوي للمجتمع، فالأسرة هي اللي بتراقب أبنائها وهي اللي بتوجههم بصورة صحيحة في كل الحاجات اللي تدور بصحتهم والتجارب اللي ممكن هم كمراهقين كل واحد مقبل عليه تجارب كثيرة جدا ممكن يعني يجرب وراء بعض الشباب وأصدقاء سوء إنه يحاول يجرب بعض الحاجات في الداخل هي ممكن يكون علاجها صعب جدا، والعودة إلى نقطة الصفر فيها يعني تكون مرهقة للأسرة وللشعب وللمجتمع نفسه. انتشار المخدرات، المجتمع يسبق الدولة، أسر تفككت وأخرى تصارع للم الشمل في مجابهة خطر السموم التي تبث فيها من قبل مافيا لا تعرف سوى مصالحها المادية، مستغلة في ذلك وضع الضعف والهشاشة اللذين تعاني منهما البلاد،
لتصبح هدفاً وسوقاً لترويج المخدرات بأنواعها المختلفة ومعبراً لمرورها من وإلى. والبلاد تشهد تفشياً لافتاً لهذا الداء الفتاك. هو التعاطي بيأخذ أشكال مختلفة، وفيه جزء بيسمى التسمم، يعني الشخص يتعاطى وأحياناً يتسمم بجرعة زايدة أو هو ذاته من الهلاوس كده قد يعني يلجأ لفكرة الانتحار، وفي مخاطر كثيرة جدا. لدينا بعض الأشياء التي تتحدث عن ما يمكن أن يحبط الشباب ويقود الذين يعني يتعاطون إلى الاستمرار في التعاطي باعتبار أنه لا أمل بالشفاء، وده كلام طبعا خطر جدا. إذا إحنا عايزين نصل لدولة المدنية فيفترض أنه نصل للدولة المدنية وإحنا في كامل الوعي، ودي واحدة من الحاجات اللي ممكن تأثر على الوعي. ظهور المخدرات بيخلينا في فترة من الفترات يظهر نوع من الحياد عن الطريق السليم. ليه؟ لأنه عدم الإدراك والوعي الحقيقي، أنت ما بتكون مدرك أنت بتتعاطى مثل هذه الأشياء. وسط تزايد مخاوف الأسر وارتفاع أعداد المدمنين المترددين لمراكز العلاج، بادر المجتمع وتجاوز الحكومة، ومستخدمي مواقع التواصل يطلقون هاشتاغ الحق ولدك لمحاربة تفشي المخدرات بالسودان بصورة عامة. ومخدر الآيس كريستال الفتاك الذي يعرف بمخدر الشيطان على وجه الخصوص. أنا طبعا بداية يعني بحيي الشباب اللي أطلقوا هذه يعني الصيحة، دي حاجة كويسة جدا، يعني الانتباه، لأنه هناك ما يمكن أن يكون يعني فيه خطورة على الشباب، وبالتالي لا بد من أن يكون يعني الحق ولدك هي موجهة يعني للأسرة، ولدك وربما ولدك مقصود به، وأيضا ولدك at large، يعني ولدك اللي هو أنت كأستاذ كمعلم كصديق كإنسان في الحي، فهي يعني للحاق بالأبناء، واللحاق بالأبناء مهم. يعني هذه الصيحة أنا أتفق معها تماما جدا. نشطت حملة على المنصات الاجتماعية يقودها مدونون سودانيون وقادة رأي، حملت اسم الحق ولدك، تهدف لكشف تجار المخدرات وجمع المبادرين والمتطوعين للمساعدة في علاج الإدمان، إذ لا تتوفر إحصائية رسمية عن عدد المدمنين للمخدرات في السودان، إلا أن مصادر غير رسمية رفضت الإفصاح عن نفسها تحدثت لنا أن ولاية الخرطوم وحدها سجلت أكثر من 13,000 حالة إدمان لدى مراكز معالجة الإدمان. هؤلاء من وصلوا للمراكز وبدأوا رحلة العلاج. تلك المراكز القليلة حيث يوجد فقط 8 مراكز لعلاج الإدمان في السودان كله، فكم مدمن حياته مهددة بسبب نقص المراكز؟ وهل ستنجز الحملات الأمنية وحدها المهمة؟ أم أن الأمر يحتاج لكثير من الاهتمام والإرادة؟ مركز حياة نقيه الهيئة الاستشارية بتاعته، وبقدم له يعني التقدير والشكر جدا. دكتور محمد عز الدين يقوم بشغل كثير جدا، هناك ناس بيتعالجوا بيدخلوا بيتعاطوا الآيس وبيطلعوا بيتعاطوا، ويمكن دي فرصة نحيي أخونا رحاب شبو من الناس الذين وقفوا على أن يكون هذا المركز يعمل بواسطة المعايير الدولية. يمكن المخدرات بصفة عامة محاربتها صعبة جدا، لكن أفضل أنواع المحاربة المخدرات إنه يكون في مخدرات وما في سوق أو متعاطي لها، كده بيكون الناس وصلوا الغمة، ودي الحاجة اللي ما بتقوم بها الأجهزة الأمنية، دي الحاجة اللي بيقوم بها الأجهزة الشعبية والأجهزة الإعلامية، وإنتوا من ضمن هذه الأجهزة. والدليل البرنامج اللي احنا موجودين فوق ده واحد من البرامج التوعية لأضرار المخدرات، أتمنى إنه يصل للجميع وإنه يعني يعيدوا النظر في كثير من السلوكيات اللي بتواجه خصوصاً الأبهات سلوكيات أبنائهم. فالحملة في تقديري ناجحة لأنها أبرزت المخدرات كمشكلة كبيرة وجاري العلاج لها. ننصح كل الشباب في هذه النقطة بالذات الآيز، لأنه مصنع كيميائياً وتصنيعه ما بصورة دقيقة كيميائياً، يعني ممكن تأثر على الصحة، ممكن جرعة واحدة فعلاً واحد يموت يعني. فهو عموماً لأنه مركب كيميائي غير دقيق،
وزي ما ذكر بعض المختصين انه يكون مكون بنسبه 20% بس تقريبا الايس نفسه و20% ثانيه يعني مواد ثانيه ما عندها علاقه بها، فمجرد دخول للدم ممكن تاثر على صحه الانسان. يدري وهذا صاحب القاتل الجاني، هذا القاتل لما كشف عليه وجد انه كان تحت تاثير هذا الكريستال او الايس او المصيبه، فهو يهدم الدين ويهدم ويقتل النفوس، يقتل نفسه ويقتل غيره. اما انه يدمر العقل هذه لا تحتاج الى مثال. انا مش مع بعض مع بعض ونخرج يدنا مع بعض وننفذ القوانين ان شاء الله. هننفذ القوانين